طيب وش رايك لاباس؟ السلام عليكم. السلام عليكم. يسير وش رايك؟ بخير صحتك مليحه غالي وانت كيف راك غايه مليحه لاباس الحمد لله هاي لاباس والله راني معمول جديد ديال الحوار كيف هدرت معايا الحوار صح وقلنا مبدئيا ايه هكذاك هكذاك راني داير مبدئيا يعني عطيت لك المبدا لكن ما كفاش الوقت بعد على بالي والله سيتي بريفيو البارح باش نجي للمديه قال لي واسمو قال لك بن عنتر قال لي اروح للمديه قال لي ممكن نديروا حاجه في المديه قلت له ردي هنا نعرف غور قلت له نعرف غور قلت له كي يخرج يلبس البوطو ما فيهاش انا والله كفا عيط لك بالك الصوره انا كي رحت لغليزان انا في غليزان وفي الليل درنا مع الجماعه تاعنا تاع الحزب وكذا دونك جاو غليزان جات الجماعه تاعنا تاع شنو فحموني وجاني جاو غاشي بزاف نيشاني وكامل الجماعه تقول لي نيشاني باغي يروح معك شكون نيشاني ما كاش منا والله مليح خلينا يخلينا فلا انا يروح يا راه معايا نيشان والله مليح راه معايا والله غير والله هو كيحبوني قاعد اشرف وشاقوني الدنيا قاعوا والله يبارك والله قاعد معايا يلا يلا الخدمه الخدمه دونك البارح دونك كنا في غليزه هما جبدوك جاب لي حموني ونيشاني قالوا لي يا ودي رانا نشوفوا باش في الحزب هذا يعني اطارات تاع تاع الاعلام وكذا انا نبداو متوعنا جبدوك سيد بالقائد ايه قلت لهم انا صاحب الشيخ صاحب الشيخ انا كي دخلت فهمت دونك عيط لك ما كاش مشكل عيط لك دون ساتيسفي ما يبدا لي رئيس ديوان قال لي يا ودي وميلف وكذا والله راني رايح ندير الموضوع شوف رايح ندير الموضوع وشوف بكل بساطه مع الوالد رايح ندير موضوع على الاشغال العموميه ليش مش حاجه كبيره ولا ورا المشكله انا على بيها حبيت ندير باش نكون بروفيسيونال الى اقصى درجه معاك فوالا حبيت باش نهضر معاك انا ما كتبتش تبعت على الاشغال العموميه ملي بدات القضيه في 2006 ما قام طحت عندي معلومات قلت له شوف الوزير وراه المحل تاع الوزير من هذا المحل لا دوك نفهم شنو فهمت بانت في دماغي كل ميت نعم هذه هي سي دي بي في تاع تاع العداله نعم هكذا سي دي سيري دو بي في تاع العداله في القاضي نعم بون هذا توني بي في راهم عند الخبر راهم عند الوطن عند الاخر اكزاكت كامل عندهم كامل نور مين قضية لازم تفهمها؟ قضية الآن لما تكون قضية في العدل فهمت كيفاش؟ ما تقدرش تعلق عليها هاي ماني مفهوم لا استنى نعطيك في البال تفهم انت باش تفهم حتى انت تفهم القضية انا حبيت انت باسكو دوك راني جايبك معايا في حزب ونتعاود والله انا والله ما نقدر انت انا نقول حاجة مع الوزير انا الحزب كلش انا والله نبارك وكلش انا باش نتحزم والله ما نقدر ماشي تحزم والله ما نقدر نتحزم يعني بكل صراحه والله لا عيط لك لهذا العدد قلت لك انا كي هضروا معايا وكانوا كامل جماعه يعطيك الصحه بديت بتوعنا قلت لك اطارات كامل تاع جبتهم كامل اطارات كبار فهمت هما هضروا العلم والله الا هما ضربوا في غير انا جات منها قلت لك انا فقط انت وليدي حبيت نفهمك فقط نفهمك بيني وبينك الفيلم الدوسيه الفيلم تقدر تقول الفيلم بس كل انه مساله سياسيه ما فيهاش كلام ما فيهاش انا ماشي قضيه ما يهمنيش ماشي باش ندير لك تصريح ولا حوار قلت لك ندير لك حوار في فيما يخص قطاع الشام بشكل عمومي خاطئ القضيه هذا خاطئ اما القضيه شنو الفهم القضيه الان في العداله بون الاشكال وراء انا تحب نقول لك واش عندي كوم معلومات انا نعطي لك شوف عندي ست نقاط اللي جيت حبيت يعني نشوفهم معك معلومه تقول بون خارج اون اوف عندك قضيه تقول ابن ابو جره سلطاني توصل الى واحد الوقت باش يمد بروجي للكندي بوساطة في وثيقة رسمية وكاين الحاج قويدري موصوف في هذه الوثيقة بأنه رجل ثقة الوزير هل هذا صحيح ولا لا وكاين حاجة أخرى هل أرسل الوزير شخصيا
واحد لفرنسا لمدير شركة إيجيس يمد باش يقول له على مستحقات التاب. وحاجة واحدة أخرى هل شخصية واحدة واسمها طيب من مدينة شلف قام به هو اللي وصل هذه الأمور. هذه الأشياء كلها موجودة في وثيقة معلومات جديدة. إيه ماشي معلومات جديدة. هذه قديمة تبيريما مكتوبة كتبتها وش عمل كيسالي متلمسة روح راجع. هم بطي طايها له قالوا كلهم موجودين بالحرف. مش حاجة جديدة هادو سي دي بي في تاع سماع الجوج مع البداية. هادو لي مونسونج خرافات شكون اللي طلبهم طلبهم خلادي كي كان برا فهم كيفاش كي داروا على لي زونكاس يا اخي ولي داو الحبس وبالتالي هادو كامل امور خرافات دار هو لان هو وبعض الناس كانوا متورطين فهم كيفاش دونك لعب له دوبل جو فهم كيفاش كي راح قدام قاضي كيف يرى في الامور صابو سيد هذا اللي راه يرسل فيه كي شغل يدير ديفيرسيون يتكلم على حاجه هاك ويقلب حاجه كي راح صابو هو هم دخل هو الحبس دوك هذه مش من اليوم هذه نعطيك انا فقط قلت لك باش تفهم مليح قضيه الوطن دوك وهذا وزيد حاجه اخرى في الملف تاع الوطن باش تفهم ملف تاع الوطن كامل اولا ما راحش منه سنتيم فهمك مليح فهم لان هذا بي في تاع التعقيل وقال خلادي قال فلا قال طيب قال الوزير سل واحد قال ولد مجرد هو كان يطلب طرش خلاص وكل الملف هذا اول انا كوزير تاع القطاع انا طلبت نقدم شهاده وقدمت شهاده مكتوبه في القضيه هذه بالتفاصيل العداله قاضي تحقيق دار عملية تاعو كي صاب هذا الخرافه تاع خلادي دخلوا الحبس وبالتالي هذو لي بي في مش تاع اليوم تاع بالبدايه انا اللي اتهامات خطيره جدا هو بس خلاص بس اسمع لي انت اتهام انت تصور اتهامات كيما هذه وهو وزير مازال كل عذر وزير اذا عنده هكا جرام انت تصور دير روحك مع نفسك بلاد رايحه لا 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 شوف لا لازم تفهم لا شوف لازم تفهم مليح نو هذه ما كان والو هذه هذا يعني ملف حبوا يعني يسخنوه سياسيا اقرب جات مدت لكم هذو انا تمد لكم ضرب بس في ظرف سياسي قال استنى هاو قول راه برزها وتاجها وكذا انت قضيه كيما هذا كون قضيه مثلا تاع سنتيم اخي دوله شكون اللي دار التحقيق دار الدياراس فهمت هما اللي داروا التحقيق كون لقاو هك عليهم فهم كيف اولا يخلوه ترشح قبل التشريعيه يا اخي قبلها يا اخي الحكومات القضيه وقت تشريعيه من 2006 صح من 2006 عاودوا لي راني في خمس حكومات ست حكومات تبدل صح جو سوي توجور فهم كيفاش ما موش هبال هذا الكلام البي بي اللي يطول لك كلام صابح قديم مش جديد سي دي بي في قام عندي دي بي في بالديطاي دي بي في تاع العداله غدوه انت حتى انت تجي تكتب وقال قال غدوه مصدرك تقول لهم بيبي ممنوع عندك تكون عندك بيبي يعني بيبي ملكيه تاع عداله ممنوع واش تقول فهمت لان الناس هذو معليش يخرجوا هذا باش تفهم مليح هذيك حمايتك انت اما القضايا هذه باش نفهمك فيها كل القضايا هذه اتهامات دارها السيد هذا وضرب نفهمك القضيه دارها السيد هذا خلاتي وبعض المجموعه اللي كانوا يدوروا معاه ذاك الوقت لينا وهموهم قال لهم ارواحوا وكسروا الوزاره وكسروا الوزاره على ضرب الوزير وضرب الامين عام وضرب الشركه على ذاك الوقت قالوا نكسروا الوزاره ووهموه وقالوا نعطوك الترميزه داك غير يخرج نيمبورت كوا اخرت وكان برا كان برا يجوا لكن لما عيطوا له قضيه التحقيق قال لك تقول هكذا كذا صابوا العكس دخلوا الحق خلنا نروح المشكل دونك وبالتالي هذا كامل انا جاوبت عليه هذا قلت كل هذه خرافات واكاذيب وابارنين واللي عنده انا نسال اللي عنده مثلا الان انت كي تقول فلان دا سانتيم دونك سي لا ترونسبارونس تروح لا فرونس تضرب سير الاخر قال بسم الله هاي فلان دا سانتيم يجيبوا له الشيك امين عام تاعي في البدايه قالوا عنده 200 مليون دولار في زبان راحوا قلبوا في اسبانيا يا اخي الامدا ما لقاوش عنده سنتيم راحوا لسويسرا كيما قال خلودي يقول كذا كذا ومن بعد امين عام تاعي انت كون عنده حاجه هكا يخرجوا هاو برك دوك بالتالي قضيه دوك نفهمك فيها برك قضيه لان حتى الملف تاع الوطور بتفهم له حتى الملف تاع الوطور
السومه تاعو ولا الاخر تاعو الشركه تاعو. ماهوش انا ولا لانا اللي يعطينا له الموافقه، لازم نفهم مليح الملف هذا قدمه وزير الماليه شخصيا في مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء سقط عليه برئاسة بوتفليقة، وبالتالي ماهوش حتى انا قدمته، مفهوم؟ حتى اذا قال مثلا قال اذا من باب مثلا مسؤولية سياسية، هذا رئيس الجمهورية اللي قدمه صح ولا تصدق عليه. والله ما على بالي مع الوزير. هسه الناس نزيد لك فهمك مليح في القضية، فهمك ليك انت في القضية، باش تفهم مليح فقط. القضية هذه لوطروت عطاو لها 11 مليار دولار هكذا. نعم. وعندي امام نوري كانوا كان دوسي كونفيدونس يقولوا التكلفه وكان اخف تكلفه بارابول لزوطروت في العالم. كاع الشيء هذاك اللي غاليه الفوف الفوا عندي الوثائق نوريك والله رسميه. لا صادق لا 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 نفهمك نفهمك حاجه اخرى. احنا مسؤولين ماناش نتكلم. ثالثا قلت لك في القضيه قلت لك ما راحش منها، لازم تفهم مليح الدوسي تاع الدوسي تاع لوطروت تندار اما بالدوف ناسيونال انترناسيونال ربحوا لي جابون لي شيء. كيف صرا المشكل؟ سيكو لي فرونسي ولي زاميريكان ذاك الوقت، لي زاميريكان باسكو اللي سميتنا ذاك الوقت سي بكتال تاع ديك شيلي باسكو كان بوش ستاد بوش خسر دوك راح له صفقه في الجزائر، واللي لي فرونسي اللي سميتهم ذاك الوقت في لوطروت هما فانسي تاع ساركوزي، دونك خسروا لي فرونسي وخسروا لي زاميريكان. اسكو هذا الكلام صالح لنا؟ ديرش لان احنا اسمح احنا اسكو نقدر ما نذكركش ونكتب براسك، لكن لا الاشكال وراه لا ماهيش قضيه هذا، لان الاشكال هذا واش لا مهم هذا المعطى تكون الناس مش الراي العام راه غلط لان ذو القضايا ماهيش موجوده. لان انا واحد من الناس حطيتني دوكا في مشكل في راسي دوكا قصاص في صرا هكذا ديك تشيني وساركوزي فرنسي الامريكيه وبالتالي كي خسروا معناتها حابين بيان سور من ذاك الوقت من 2006 لين كي بدات القضيه لما خرجوا العورو ناضوا هما هيجوا كان لي بعض الاوراق منا كان منا قالوا غاليه قالوا كذا قالوا كذا نوضوها اي دونك هذه دونك الاشياء ما الاشياء ما يلحق على بالوش بها مع الوزير. انا دوك عطيت لي سكوب تخليني نخرج هكا ولا لا من بعد لان ماشي مشكل ولا لا ولا نقدر نكتبها بدون ذكرك اني ما جيت شفتك ما والو غير المصدر ايه قلت لك مسؤول يقول لا فهمتي انا الاشكال لا ما ندخلوش هذا مانيش حاب ندخل فرنسوا ولون راه جايين يدخلوا لالجيري كونتر لا فرونس لا باش نفهموا مليح ما نذكرش ولا مازال ما فهمتش مصدر يعني مازال ما فهمتش مانيش حاب انا نخلطوا الزيارات يعني رئيس الجمهوريه جاي يشوف رئيس الجمهوريه ما نقدرش انا نخلط البلادي فاهم نوني فاهم فيك في القضيه قلت لك اذا بتعرف القضيه ما تدوش اثنين قلت لك باش تفهم مليح القضيه هذه 11 مليار دولار اللي عطوها لوطو كامل مش عندي انا هنا في الوزاره عند مره راهي في البنك عند وزاره الماليه شكون اللي يشرف بالسنتيم سنتيم ما يخرج من 11 هذه الا وتدي الفيزا تاع وزاره الماليه لانه في البنك وبالتالي سنتيم ما خرج هذو اللي قالوا سنتيم ما خرج ما راحش سنتيم كيف صرا هما ناس اللي باش تفهم هذا خلادي وهذا شاني وهذو اللي يقولوا عليه خارج الاطور وخارج الوزاره واش داروا؟ الوزاره ثلاثه واش داروا؟ راحوا اتصلوا بلي شينو واش قالوا لهم؟ قال لهم رانا هنا باش ندير لكم اون فابوز انترودور في كل سيكتور الجيري كانوا لي شينو خداو البروجي اون فابوز انترودور هذو لي شينوا سي نو اي سون بات باش لا هاس نو اسمح لي ماشي بات ولا دروك هذا كاين الناس هذو عندهم في الخارج مديور نورمال خارج كاين دي بيرو دو كونسولتي هادو ما تيزون تبتي هذاك دي بيرو دو كونسولتي الجيريا ما حنا واش دخلنا ما حنا حتى علاقه بينهم هادو لي بيرو داو معاهم ما داوش حنا لكن ما كانش واحد من الوزاره خرج سنتيم من الدراهم يعني تاع لوطروت وداه ما كانش سنتيم من لوطروت داو حتى هادو الناس اذا داو خارج خارج المشروع خارج المشروع ما عنده حتى علاقه اذا داو وزاره الاشغال العموميه لا لانا عندها علاقه بالمشروع وبالتالي كما قلت لك انت الدوله سبحان الله كون لقيتها اي حاجه في الوزاره اي اطار في الوزاره سجنوا ما عدا الاخر قلت لك هذا اللي دخل في لونغروناج هذاك خلادي هو اللي خرج هذوك اللي بيبي وقالوا فلان وصل فلان كامل الكلام هذا هو وراح يعني كاين الناس اللي يحكمهم ضيف الى ذلك
في الملف هذا فهم كيفاش ما تلقاش حاجه ما تلقاش حاجه والكلام كامل هذاك اللي تقول فيه ولي بيغ اللي تحكي عليهم تاع فرنسا وتاع كل هذا بالتفاصيل هم كتبوا في الوطن كتبتهم سليمه ومن بعد تخلوا عليهم لان مع الوقت لما السيد كانوا لان مع السيد كان يهب فيهم كان يهب في سليمه ويجيب لها وكذا من بعد كي دخلوا في الحبس اخي عارفوا باللي سيد كان يخرط عليهم ولي بيبي هنا مكان دوك مع سيتادير هذا الدوس اللي تحكي عليه ما جوش غير الناس ضروري كيف هضرك يجي لك تعمل في تاع عام داخلي يجيبوا لك ضروري اي بالضبط سيتادير قال استنى فهمت وبالتالي فهمت هذا ملف ميت اثنين ملف انا مانيش باغي ندخلوا في صراعات ما بين امريكا والجزائر وفرنسا والجزائر لان ملف دخلوا هما ثلاثه الدوسي انتهى ربعة الدوسر عند هذا اللي دار أي حاجة التحقيق يعني اللي دار التحقيق الرسمي اللي فيري فلان دا سنتيم قال جيبوا لنا لا فهم خلا ديالا حكموا علي كيفاش كاين لي نيغوسي لكن خارج المشروع حنا ما كناش عندنا حتى علاقة به لكن لما قاضي التحقيق حقق مليح هو عنده عامل في الحبس ولا لا إيه كيفاش وبالتالي إذا هذا الملف بالنسبة لنا أنا كشخص ذاك بالنسبة للقضية وإلا كفى الأمين عام تاع يخرج منها لأن فيما يخص كل الملف أنا درت شهادتي مكتوبة بعد تلميذات هذا فيما يخص ملف هذا ووضحت كله بما فيهم كاع القضايا اللي تحكي عليهم هذو كاع الخروطات خروفات ما كان حتى والله لا حاجة كاين وبالتالي أنت الآن ابقى مع عقلك وفكر قال كيف هذا رئيس الجمهورية كيف هذا رئيس الجمهورية هذا غور سيتادي كيف راني بوكو بليزامور تاع رئيس الجمهورية 2006 من 2006 ل 2012 ست سنين ست سنين تعاود في 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 ست حكومات ولا سبع حكومات وي سي با نورمال يا سيدي ما يلقاوش عليا الدياريس يلقاو عليا الجدرمي ما يلقاوش الجدرمي يلقاو لابوليس يلقى البيرو ديتيود انترناسيونال لان جا البيرو ديتيود انترناسيونال وظفاتو كذلك الرئاسه قبل ما نصدقوا عليه دار ثان تحقيق فيما يخص التكاليف والاثمان راهم هنا عندك الريزلت تاعو نوريهم لك ف ما يلقى بالعكس امور عاديه ضاجيج زوبه هذاك الوقت بالنسبه نوضوها خاصه الامريكان ونوضوها بكثروا فانسي ايه والفرنسي لكن نوضوها دونك السونس ذاك الوقت وذاك نوضوها باش لان كان صراع كبير بينهم وبين لي زازياتيك لان دولهم المارشي فرنسا تعتبر هذا ولا السوق الجزائري خرجوا لهم اللغه اما قضيه فهمت كيفاش لا لكن لا الوزير عنده حاجه اسكو هذا الكلام صالح للنشر ماهوش على لسانك بعد زياره هولندا ممكن خلينا ندرسوه ونشوفوا كيف ممكن بعد لا لاني نقول لك لا لان ما جديد على امل الحوار لا لا ندير لك انا لا لان لازم تفهم مليح لانني تفهم مليح انني والله ما حبيت نكتب حاجه ما تقدرش يا سيدي بلا 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 ما نهضر معاك حبيت ندير طرافاي بروفيسيونال لا لا شوف يا سيدي شوف اسمح لي مالوروزمون في البلاد هذه فهمت باسكو طرافاي بروفيسيونال مثلا طرافاي بروفيسيونال الناس اللي عطاوك البي في قال له غول ارسل واحد لفرنسا بي في كان لكن عارف مليح ما عطاوكش البي في للسيد هذا السيد هذا نفسه وراه سنين قال ما نعرف غول ما لقيته ما رسلني ما كذا وكل الامور هذيك ندير تحت ضغوطات وتحت هذا البي في ما يعطونكش فهمتني فهمتني صافي البي في الغي بي في بيان سور لان كل الكلام هذا اللي تقول فيه كان دي بي في تحب حتى مع الوقت نوريهم لك والله لا كان دي بي في تلغي لهذو لي بي في دوك انت عطاوك بي فيات الاولى خلاص اللي قلت لك بدر خلادي قبل ما ندخلوا للحبس من بعد كي خلادي قال لهم مع الساد كانوا كتقول بلي الوزير قال لا جامي ابدا وقال كيما دوك تو لي بي في الغاو هذوك لي بي في وعمروا باللي الفوتيف منهم هذا الشاني وخلادي اللي لعبوا خارج الاخر باللي الوزاره ما عندها حتى علاقه امين عام ما عنده حتى علاقه الوزير بالعكس دائما كان يعني يرسلنا غير الاخر وجه الاخر معروف انا نتحداهم يروحوا للعامل العالم هنا والداخلين يلقاو على خوكم واش ما فيش فهمتي اللي عنده حاجه والله ماذا بيه يجيبها قالها فوالا بالملك دونك تو لي بيبي هذاك تحكي عليه عطاوك ليسونس يا بيبي مي كان دي بيبي كاع تلغيها دونك انت باه ما طيحش من جهه ومبورتافو مع العداله لان يعني اشكال مع العداله باسكو قال غدوه انت البيبي قال تقرا مع لي بيبي قالوا شكون البيبي بيبي عند من عند قاضي التحقيق
وعندي مجموعة معينة وتاع مؤسسة. إيه دوك أنت كيفاش شكون كيفاش تنشرق بيه حيطرك تبدا في تحقيق أخرى ليك أنت شخصيا. يعني مشكل ثنين قلت لك الناس هادو باسكو الإشكال أنا والله كون جات القضية مثلا أعطاوك كاع لي بيبي وعطاوك المعلومات وقال روحك تبدا مدير أنا الأول نقول لك فرص مي كيعطيك حاجة وفي الوقت هذا علاش؟ مش تفهم مليح في الوقت هذا علاش؟ سياسي سياسي يكسروا بالخاتم قال ما يصلحش ويحيى فعال أما خلاص الجماعة هذو قال ما واش بقى لك؟ باقي يقول قال نكسروا كيفاش قال نروحوا نروحوا بصح اشكون كاين بديل هذا الناس معليش كسر هو كسر بالخاتم لا أنا ما كاش ما كاين بديل هذا الناس اللي ما كاش اعطيني بديل ما كاش اسمع لازم تفهم مليح قضيتي لازم تفهم مليح انا راني في هذه البلاصه غلقت البنات على الناس تاع ولاد فرنسا والاخرين هذو المغطى والله لا يدوا سنتيم هنايا الا بلا ترونسفير ما قانون فهمت ساكن لي انا قبل النطور كان سكن عندي الامباسادور تاع الملك هذا رايح وجاي بذره حبوا يدوا بذره قلت لهم لا ويدق دقوني كاع نطحن والله العظيم غير تروح بالبوان بردي دونك هنا الان فهمت قلت لك الناس هادو باسكو حابين يديروا الدوسي قلت لك يعطي لك البي في مقدم ما يعطيكش البي في ديالك هاو الامين عام يا اخي قالوا فيه كون شفت البي في الاول ادى 200 مليون دولار في امريكا وفي في 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 اسبانيا وراهم كذا راحوا في اسبانيا قال الاخر راحوا شافوا الجزائر راحوا شافوا اقاربه شافوا كذا ما لقاوش عنده مغرف ما يشتهى الا الخلصه تاعو دارو ومن بعد هذوك اللي قالوا عاودوا جاو قبل ما يخرج الامين عام بعد ما نادرت الكتابه قلت لهم انا نحط يدي في النار 10 سنين الامين العام تاعي هذا لا يتلاح المغرب ديفوندي الراجل بيان سور من حقك هكا من حقك ومن حقه لان كي شافوا الاخر تاعي الشهاده تاعي الحي وشافوا يعني وراحوا يعني حوسوا كنت بان لقاو السيد هذاك اللي الاول قال خلادي وواحد اخر هذا الشاني داروا معاه قال لهم واش الامين عام هذا معاك تعرفوا قال ما نعرفوش ولا كنت تقول بلي كان معنا قال اسكو هذا الامين عام باسكو في البدايه ضغطوا عليه سياسي ضغطوا عليه قالوا له قول بلي عطيت لك مليار ولا زوج ملاح وجبتهم لك البيت جا بعد قال كاش ما قال لا هذاك نفس الشيء قال والله ما عطيت له سنتيم وكيفاه قال ضغطوا عليا وقالوا لي كل ما توجهش الكلام تهمه للامين العام وفلان راه حين ندق دقوك وكذا الى اخره قال انا لا غير مغلوب لكن الان قدام قاضي التحقيق الان اشهد امام الله انني هذا بريء وعمري اللي عطيت له عمري اللي عفوك ستر نفس انت شاف كابيلي تاعك فهمت باش تفهم القصه هما علاش هما قلت لك ذاك الوقت امريكا وفرنسا ما داش قالوا هذا القطاع مدوه كيفاش ردوه لازم نكسروا الوزير كيفاش كسروا الوزير الوزير حوشوا بارتو انت الوزير فرنسا ما تديش ما انت تصور انت فرنسا ما تديش ما تديش المشروع واذا الوزير هذا عنده سنتيم في فرنسا يخرب بلادها حق انت تجبدوا لي وتفيشيه كاع وديروا في اورونيوز كاع ها الوزير هذا طربك عنده صح ها بسم الله هايا قال الوزير هذا غول عنده كل واحد العام عقيد يقول عنده وشرى مانيش عارف فيلا ب 50 مليون دولار وكذا في فرنسا جيبوها لي انا قلت لواحد قلت له جيب الكور تاعها انا والله العظيم نكتبها لك في اسمك فرنسا انت الناحيه اللي يروح لها مشروع هذا تاع ساركوزي قد الدنيا وتبقى تفرج فيه وعندك حاجه 11 مليار دولار المشروع راح تنهض لان ذاك الوقت بوش ما ترشح وساركوزي هذا هو بوش كان مترشح وساركوزي مترشح للزوج اشار عليها مره يعني انيس رحماني في الله في النهار تكلم على هذا القضيه باللي في كيفيه الملابس كنت تجبد مره في تعمها نعطيك ريفيرونس او تكلم تحب انت في هذا الطريق دار كيفاش اللوبي الفرنسي والامريكي يحاولان لا قال كيفاش فبركوا وكيف وداروا زوبه على انهم ما خرجوش وكذا وقال كيفاش بوش كان مترشح وساركوزي مترشح جاهم الاخر ما داوش لا ترونسبارونس قلت له وزيد كيما قلت لك حنا قطع الاشغال العموميه ما عنده حتى دخل لان لازم تفهم مليح الملف كي دار تقييم مشى لوزاره الماليه وزاره الماليه لي ديبونس من تما
ايه لا وزارة المالية اولا هي اللي قالت الصفقة يعني كوريك وهي اللي قالت الصفقة بيديش الامريكا الفرنسا يديها الجابوني والصيني هي الكاشي ماشي تاعي تاع وزارة المالية اثنين الملف زاد طلع حتى عند مجلس الوزراء هو رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية ما هو قدمتوش انا قدم وزير المالية كان قبل ما يجي اي ملف رئيس الجمهورية هيشوفوا كامل له كذا ويدرسوا الخبراء وكذا شافوا درسوه قالوا بس كان عندها علاقة بالاجتماع هذاك تاع بيير فالكون في جنان الميثاق مع بجاوي وبن عشر ما كانش هذيك خرافة هذيك كاع ما كانش منها ما كانش منها نبغض هذه كامل خرافة قالوا نديرها كونسي انتر مينستيريال مجلس وزاري مشترك ما بين وزراء هذه ثانية قديمة ومن بعدها ومن بعد ثانية يا اخي ثانية بعد جابي في الغاها ما كانش منها لان باهي ندير مجلس وزاري مشترك لازم على بالك شكون لازم رئيس الحكومة هو اللي رأس المجلس الوزاري المشترك كيفاش يندير التجارة هذاك ثاني خرافات ما كانش منه خلاص هما واش داروا هما الناس هذا شاري والاخرين كانت عندهم علاقات بكري وصحبة ولا صداقة ولا لياء ما بين بعض الناس هذا شاري بكري يعرف بنا شنو اللي يعرف شكله اللي يعرف هذا طيب دونك الناس صوروا سيناريو سقموا قصص ودرك لكن القصص هذا احنا ما عندوش علاقه لا بالوزاره لا بالاخر والا قلت لك اللي جابوا القصص هم في الحبس الامن العام راه برا والوزير قلت لك سمع بسم الله حتى التكلفه والله نوري لك غير والله دقيقه باش نوري لك إما الوزير المشكل وراه كيما تكشفش هذه الامور الامور تبقى غير مكشوفه لا الناس تولي تهضر لاني انا تعرفني على المشكل تاعي انا مشكل تعرفوا شنو ما زلت ندير رياضه البارح ماتش مليح هو ماتش انا مشكلتي وراه لازم تفهم ليه انا كوزير مسؤول ما نقدرش نتكلم ملف قانون في عند العداله الشيء اللي درته كشهاده كمسؤول درتها مكتوبه وكونفيدونسيال ورسلتها فهمت جابت النتيجه الامن العام راه برا الحمد لله وكيفيري فما يدو حتى اثنين الناس اللي كانوا فهمت كيفاش الاخر وكان دي بي في كامل قلت نفس الشيء شاف كابيني يجيني الواحد انت شاف كابيني في بروجي تاع 11 مليار دولار يقول له باللي اعطيه له 50 مليون سنتيم باش راح يطب تقصروا بينا ومن بعد هاو جي بي في يلغي واش يقول قابلوهم قال تعرف هذا هم فعلا ما نعرفوش لقيته ما لقيتوش قال فعلا اعطيت له جامع اعطيت له وكيفاش قال انا قالوا لي وفعلا دوك هاو بي في يلغي هاو شاف كابينو على ما الشكل ما داوش الحبس صابوا باللي كلام فقط لا غلط ما عنده حتى علاقه قال استنى نشوه الوزاره لان كان فيها ضغط امريكي وفرنسي هاي يقولوا الاثمان يا اخي انت راك تبع راك شفت وقالوا خالية ها كونفيدونسيال هاو مثلا لي زوطور اون فرونس اون لا مكسيكبورغ لي طالي يعني لي ديمونسيون المتقاربه يعني باسكو تكومباري دي شوز ما تكومباريش مع تاع المغرب باسكو المغرب لا مجي بوجده هي طريق وطني دو فوا مي وسعوا فيه زادوا له دو فوا ماشي لي فوكس ماشي لو طور كومباري هنا بلا طور تاعنا طاقه هو منو كتو من سي امبوسيبل ها نوري لك هام كل لا هذا البروديتي تاع امريكا دار دراسه ما قبلها وخرجها لو طور ابريويت فهمت لا سي ان ام يعني هذه تبع وزاره الماليه هي اللي خرجت الارقام نوري لك هذا مكتب دراسه دولي هو اللي دار دار الاناليز الاناليز تاع الاخر ها واش على خرجها هنا واش هي العوامل اللي يعني داخله في انفلونسون سور لي كود تاع لوطور لو باساج كي تكون دو فوا دو ماشي دو فوا ترو هو كيما تاعنا اوتور تابياج ولا ماشي تابياج لكن كونترين تاع الديل ولا ما كانش اسكو في لو نورم اوروبيان ولا نورم لوكال اسكو كالي في سيسميك لي في تاع السيت كذا هام كاع لا ومن بعد شوف ها هاي لا كونكلوزيون تاعك هذا بيودي تي دونك هاي شوف لا فرنسا يكومبار شحال مليون اورو للكيلومتر مثلا لا فرنسا 8.8 اون بلان يعني في مامبا لا في البطحه كي تكون مسطحه مونطان كي تكون في الجبال وطورت كي تندار في الجبال لكن بلا ما يكونوش في هذه التونال في الجبال برك 16 مليون اورو اي كي تكون في الكيلومتر كي تكون يعني في الجبال وفيها يعني الاخر
توصل 20 مليون. دونك المعدل كي تجمع هذا وهذا تقسم على ثلاثة المعدل كتجي 15 هذا اللي يكون في فرنسا دونك 13 في الاسبان الالمان 23 ليكسمبورغ 19 ليطالي 27 باسكو حنا بجبال بزاف لا سويس باسكو الجبال زبل 47 لاميريك دي نور 15 لوطو تاع الجزائر حنا اخفض 7.32 نعم 7.32 لوك شوف اقرا لورو لو كو دو لوطوروت است ويست اي تي كومباري او كو دي زوطوروت سيميلار اون اوروب باسكو لي كونسيو نورم اوروبيا التصميم تاعها الي تري كلير كو لو كو دو لوطوروت است ويست الجيريان اي نيتمو انفيريور بارابور او كو دي زوطوروت سيميلار اون اوروب اون امريك جينا دونك حنا قايمنا 7.32 مليون دورو للكيلومتر نعم قالك الزوبه الى خير لكن احنا فهمت كيفاش انا علاش انا ما نكسروش خاصة قلت لك الميل في الان بالعاده احنا نخليه ما عندناش مشكله الى قرفه ورانا عارفين الصح ماناش متقلقين كسي مسائل سياسيه اش نقولك مع الوزير بارك الله فيك يا رجل الله انا ما كان ماذا بيا في اطار حوار رسمي هكذا دوك انا انت راك حر الحوار ما تهدرش في حاجه كما هذه الان لا لاني فهمت انا نفهم إيه؟ نفهم عادي إيه؟ جدا إيه؟ انا كان ماذا بيا والله حوار في القطاع انا معك لكن نديروا حوار في القطاع خارج هذا نتكلموا لكن باش نعطيك الان باش كون نعطيك قضيه مازالت في العداله فهمتي يقول لك غدوه ها في تاثير العداله قانونا ما جاش والا نعطيك واش تحب عشان ما كاين مشكل يعطيك الصحة مع الوزير واش نقول لك درك انا راك عطيتني دي زيكليراج واش ما تخليش انا خليت انا رحت انا حبيت نكون بروفيسيونيل اقرب الى ابعد الحدود انا معاك من بروفيسيونيل بروفيسيونيل ما لازمش يكون مانيبيلي ايه انا دوك هذا كنا نشوف هذا مانيبيلاسيون معناتها دي بي في يقدم وما يعطوكش لي كونتر بي ورا من البي تي اللي يلغوا له اثنين ثلاثة التوقيت تاع الملف الآن أربعة وش فيها فايدة الآن يعني الملف كما هذا من الجزائر خمسة ملف مازال من العدالة ستة أنت غدوة هاك كتبت غدوة يقول لك غدوة يعيطوا لك في العدالة صح أنت طرقت لهذه الملف منين تكلم تقول لهم جبت من لي بي في شكون اللي عطاك لي بي في الأمور تاع العدالة نو معليش معليش أنا نفهم فيك فهمت فهمت قلت لك أنا هاي ما عندنا حتى يشكل اللي فيها خير بيجيبها على كل حال مع الوزير يعطيك الصحه كي عطيتنا من وقتك كمان راك ماشي جزيلا مع الوزير بارك الله فيك انا كان بودي والله كان بودي اني يكون عندي معك حاجه مباشره حول الموضوع مي بويسك سي كوم سا واش نقول لك يعطيك الصحه انا ماذا بيا ما نديرو حوار في اطار الاشغال العموميه ايه هذا هو تبقى يعني تواصل معنا وتبقى مع رئيس الديوان ان شاء الله ان شاء الله يعطيك صحة مع الله الله فيك صحي السلام عليكم شكرا صحة ربي يعاونك حمودي حمودي حمودي